أنا قلت طالما ما أخد الرقم معناته ما في مخالفة، بس طلع أخده. شفت الشرطي مع هيك قطعت على الإشارة الحمراء؟ لا، كان داير ظهره، قلت ما رح يشوفني. أبوك إذا ما خالف ما بيهناله عيش. لك أنا ما بخالف، بس شفت ما في مشاة عم يقطعوا الشارع، قلت لحالي ابن حلال بيمرقنا، أم ما طلع ابن حلال. هلأ بلا ابن حلال بلا ابن حرام، لما تشوف إشارة حمراء والشرطي واقف وقف. هلأ مو كل واحد يعلمني من جنب، أنا صار لي 30 سنة ورا الدركسيون، أنا اللي بعلم. ما عم يعلمك يا أبو رؤوف، بس أنت خجلته قدام رفيقه، ولا تنسى أنه هو اللي مدبر لك الشغلة. لك ليش خجلته؟ أنا مو أول شوفير بياكل مخالفة، كل الشوفيرية بتاكل مخالفات، يلي بيخالف بيتخالف، ويلي ما بيخالف بيتخالف. لكان الناس سواسية عند الشرطة ما عدا المفيمين، لأنه هدول أساساً أغلبهم أشباح ما بينشافوا. بابا الحجة مني، مخالفة عن مخالفة بتفرق، لما يكون الواحد متخالف عن غير قصد تقبلها، أما لما يكون الواحد شايف الشرطي واقف يقطع الإشارة حمراء، يعني هي اسمها هي شو؟ ولا شيء. لا لا لا، في كلمة مو منيحة كنت بدك تقولها، شو هي؟ خلاص بابا. لا ما خلاص، فشنيعك تاني مرة إذا بتحكيها. أنا أبوك ولا؟ إيه ما حكى شيء الولد. كان بده يحكي. إيه شو كنت أنت قاعد بقلبه لحتى تعرف إذا كان بده يحكي ولا ما بده يحكي؟ مو ضروري أقعد بقلبه، مبينة. ما في كلمة بتزبط محل الكلمة اللي ما حكاها غير الكلمة اللي ما حكاها. مو صحيح، 100 كلمة غير كلمة غشمنة وحيوانة بتزبط. انت ليش عم تسمح له يتعامل معك كأنك اجير عنده؟ السيارة إلك وقله، فهمه هالشي. لا بدي فهمه ولا يفهمني، خلص من بكرة حفرت الشركة كلها. شلون بدك تفرط الشركة؟ ببيع حصتي وبنخلص. اوعك تغلط مروان، ببوس ايدك، اذا بعت حصتك بشهرين زمان بيطيروا المصاري. انت بتعرفي انه خلقي فوق من اخيرها، ومو اصل لهون كمان لسه، كل يوم التاني على بهدله، انا كرامتي اهم شي عندي. طيب وشو بصير اذا كانوا مصرياتك وكرامتك محفوظين؟ يعني ضروري اذا بدك تحافظ على كرامتك يطيروا المصريات؟ لو كنت محلي شو بتعملي؟ يبيع حصته هو. قل له إذا مو عاجبك بيع حصتك أنت، مين ماسكك؟ لك بري عليك يا ميسم، كل حياتك فهماني، أميرة أنت. إيه كل الحارة حاسديننا على هالسيارة، بنقوم بنكب النعمة؟ لا ما بنكبها، معك حق. إيه أبو وسيم جارنا هذا صاحب الميتور، لو ما شافني راكب سيارة ما كان قال لي صباح الخير. إيه لكان؟ وبكرة بس هيثم يتعلم السواقة وتشتغلوا سوا وتصمدوا لكم قرشين، بنشتري نص السيارة الثانية وبتصير كلياتها قلنا، وخذ بقى على مشاوير نعمل فيها شو ما بدنا. اللي بيقول لك الرجال بلا مرة صاحب الدبار حمار بيكون فهمان. راي يجيب أرجيلة حياتي. احكي معه بكرة لا تنسى. أنا ما عندي مانع، ادفع لي المبالغ اللي حطيتها ودبر شره. أنا بدي دبر شره؟ أنت بدك تبيع، أنت دبر شره. طولوا بالكم شباب، طولوا بالكم، شبكم من اول هزه هريتوا مثل مشمش من هالوقت. شو بدي اعمل يعني؟ قبل ما يقول لي صباح الخير عم يقول لي بيع حصتك، محلي بتضل مشاركه؟ سوء تفاهم، سوء تفاهم بينحل. ليش ما عندكم الصلح مطرح؟ انا بدي حكمك، انت تعال على الطلعه والنازله ببهدلني. انا شريك ولا اجير؟ بس بدي افهم. طول بالك مروان، عدنان بحبك كثير مشان هيك عم يحكي معك بصراحه. لو بحبني ما كان زعل لانه معلم ابني في لذة كبدي السواقه. أنا آسف، ما كنت أفكرك رح تنطعج لهالدرجة. بس هذا ابني، ابني يا ناس، يعني إذا ما أمنت له مستقبله مشان يصير بني آدم علمه مصلحة، بس أنا ممكن أطلبها هالشغلة كنت غير منك، حتى لو ما كنت شريكك ممكن أطلبها من واحد تاني غريب. مشان ابنك أنا آسف، بس يعني انت لازم توفق بين امورك الخاصه والشغل. انا بصراحه ما عم وفر جهد، بل عم ابذل اقصى جهدي، بس هي مصلحه التكاسي مصلحه ما انا سهله، فيها مليون باب وباب، نحن ما فتنا فيها منيح لسه، ما خلاص فتنا خلاص. بس انت ما بتعرف لسه وين في زباين وين ما في. خلاص كرمالي بوسوا شوارب بعضكم. انا من جهتي ما في شيء، بس ما يطلع على قاسيون. شو قصه قاسيون؟ خلص عمنا خلص عمنا خلص بقى، يعني
كلمة وغلطنا خلاص الإخوة بيتخانقوا بعدين خلاص شطب لي على الموضوع. ألو أهلين أبو رؤوف، شو هالحكي؟ وين؟ خلاص هلا أنا ببعث لك، قصدي هلا بيروح لعندك مروان لأنه بيفهم بالسيارات أكثر مني. مو مبين يا مروان، مو مبين، ما شفته غير وقت صرت قدامه، كان فات الأوان. الله يسحقك هديك يا أبو رؤوف، أنت لو بتخفف شوي كنت بتشوفه للمطب، أما أنت مسرع شلون بدك تشوفه ما بفهم. لك ماشي 60 مثلي مثل غيري، بعدين هذا المطب ما كان من كم يوم هون. اي والله شيء بجنن، بكل بلاد العالم بيحطوا 100 اشاره قبل المطب، الا عنا ما بتحس بالمطب الا وقت بتنط فيك السياره لفوق. شو ها؟ بتعرف يمكن اصحاب محلات التصليح عم يدفعوا لهم للبلديه، كل ما ضربتوا لنا اكثر كل ما بندفع لكم اكثر. هلا فهمني شو صار بالسياره؟ ما بعرف شو اللي طق جوا، ما حسيت الا وشي سفقني من تحت، شو انكسر شو انطعش شو طق ما بعرف. روح روح هلا جيب لنا سيارة خلينا نشحط هاي السيارة. الله يسحق ويهديك يا أبو رؤوف، الله يسحق ويهديك ويصطفل فيك يا عماد. وقديش بتكلفنا هاي الأكساء؟ معك من 2000 وطالع، إذا بدك شغلة منيحة ب 7000. ما بدي شغلة منيحة، المهم تمشي السيارة. هلا الأكساء مو مشكلة، المشكلة إذا مثل ما عم بيقول المكنسيان. وشو عم يقول المكنسيان؟ يمكن المحرك يكون في شيء. بدي أعرف وقت أبوك بسوق وين بيكون عيونه. خلص رح أحكي معه. دبروا واحد غيره انتو. انا مو مشان هيك عم احكي، بس الشغله بدها شويه انتباه، يعني ابوك كل مره بيعمل لنا قصه بخلينا نحط قد اللي طالعنا على مرتين. لا لا ابو رؤوف هالمره ما له علاقه بشغله المحرك نوب، وما له علاقه بالمطب. لكن من شو صار هيك؟ اكيد اكل له شي ضربه قديمه من قبل، بس انا بظن لك انه المحرك ما في شيء وغايه هالميكانيسيان انه ينصب علينا. وكم يوم بدنا نضل بلا سياره هلا لانه حضره ابو بطيخ ما شاف المطب. بس لحتى نبدل الأكسات لبكرة كتير شغلتها صعبة هي الأكسات، يعني بدها يوم كامل. مو شغلتها صعبة، بس نحن ما معنا مصاري. ولي وشو العمل؟ أنا ما عاد أقدر بلا سيارة، عن جد تعودت. شو هالحكي؟ شو حال لو نزلنا المحرك؟ بدها أسبوع. ولي بتطلع روحي، ما عاد ينعاش بلا سيارة. إيه ما بعرف شلون الناس عايشين بلا سيارات. شو بدك تساوي؟ تحملي. شلون شو بدي ساوي مروان؟ إذا السيارة بدها تأخر بالتصليح مشان الله شوف لك سيارة تانية واشتغل عليها. عن جد عن جد أنا ما عاد أقدر أعيش بلا سيارة. إيه ما مشكلة، نستعير الشبح تبع أبوكي، عنده 4-5 شبحات بيستغنينا عن الوحدة. عم تتمسخر يعني؟ لا عم بتمألس، لأنه اللي بيسمعك بيفكر جوزك مروان الجنبين وزير مو طرطور بمخبر فرعي من مخابر وزارة التموين. هيثم هيثم لك. لا جيب لي اشارات مرور والحقني، واي غلطه بعشر عصي مفهوم ولا؟ سرع الحقني على غرفتي. بغير دول بيرفعوا دعوه على البلديه لانها عامله مطب ومو حاطه اشارات وبيدفعوها تكاليف الاعطال كمان. عنا نحن لا، الضحيه اللي بتتبهدل. بابا هلا نحن شو بدنا موضوع البلديه؟ خلينا نرجع لموضوع السياره. بصراحه مروان وعدنان خجلانين يقولوا لك بطل، فبطل لحالك بيكون احسن. مو عدنان ومروان يلي بدهم ياني بطل، انت اللي بدك ياني بطل. عدنان ومروان مبسوطين مني كتير. وشو عرفك انهم مبسوطين منك كتير؟ ما في مرة سألتهم إلا وقالوا لي يعطيك العافية. بيكونوا خجلانين منك، لكان معقولة يقولوا لك يعطيك العافية لأنك كسرت الأكس وفقعت الدولاب؟ رفيقي محمود قالوا لي قلو يبطل، بطل. انت خجلانين منك، خجلانين لأنك أبي. خيو أنا ما راح بعتبر يلي زدت القنينة بالطريق مذنب، ولا راح بعتبر البلدية مذنبة لأنها عاملة مطب. كل شيء أنا تسببت فيه خصموه من شغلي، ماشي؟ والحوادث اللي راح تعملها؟ بعدين راح بنتبه، ما راح بعمل حوادث. طيب بابا أنت ليش ما بتروح على الدكتور بتعمل فحص جديد؟ رحنا على الدكتور وطلب منا نغير له العدسات. وليش ما غيرتهم؟ مو اللي يصير معنا مصاري. بدك تغيرهم يا أبي، لازم تغيرهم، لأنه لو كنت مغيرهم كنت شفت المطب والأنينة وشاف الإشارة الحمراء. خلصنا ليك اطمن خيو، الحمد لله المحرك ما بده تنزيل.
اخذتوها لعند غير النصاب وفحصتوها؟ لا هو بذاته فحصها، بس قال كان شاكك بشغله هو. وين السيارة اللي جبتها معه؟ لا مع ابو رؤوف، رحت لقيته عند الميكانيسيان. شباب انتم من وقت ما شغلتوا ابي على التاكسي وانتم بتسمعوني حكي، انا ما دخلني بابي، اصلا مشكلتي بالحياة كلها هي ابي. اذا سألكم على الشغل عبروا له عن عدم رضاكم وقلوا خلقتكم فيه، لانه اذا تميتوا تقولوا له يا حبيبي يا عيني بيفكركم مبسوطين منه. الله يرضى عليك شو مرضي سامي. مو زعلانين منه نحن، الله يعطيه العافيه، بس انتبه شوي يطلع قدامه. لا من يوم ورايح ابو رؤوف راح يشوف النمله اذا دبت قدام السياره. رحت لقيت لك يا مغير العدسات صايرين مثل هدول تبع كعب الفنجان. الو اهلين ابو رؤوف، شو هالحكي؟ شو القصه؟ شوف يا عدنان. لا عدنان لك شو في؟ امتى؟ عدنان طيب كيف صار معك هيك؟ لك شو القصه؟ تجيني الجلطه عدنان، السياره فيها شيء؟ انا رح اجي لعندك. صاير له شيء ابي؟ ابو رؤوف خلص جاي. ابو رؤوف المشكله السياره فيها شيء؟ خيو لا تقول له لابوك يبطل، انا رايح بنفسي اللي يبطل، ضرب ولد والسياره محجوزه بالمرور. الحمد لله انه الولد ما صار له شيء، كانوا حطوك بالحبس. ليش مين قال لك ما كان رح يحطوه بالحبس لو مو اهل الولد سقطوا حقهم؟ كله بسبب الكزلك الجديد تبعك، الا بدك يعني يغير العدسات. شو دخل الكزلك والعدسات بالنص؟ كان الولد مبين بعيد، لو مالي مغير العدسات كنت شفته قدام السيارة وخففت. يكتر خيرهم أهل الولد، منيح اللي طلعوا أوادم وسقطوا حقهم. لا أوادم ولا شيء، لو عدنان مطعون 10,000 ورقة تعويض ما كانوا سقطوا عن حقهم. وكنت شفتي أبو رؤوف هلأ بسجن عدرا. عمرينه ما يطلع، خليه يتخ جوا. شو هو بدأ يعمل المشاكل ونحن بدنا ندفع وراه؟ لك أنا مو مشانه دفعت، أنا دفعت مشان ما يحجزون للسيارة. يحجزوها بيرتاح راسنا كم يوم. من وقت ما جبت هالسيارة ما في غير المشاكل، بلاها أحسن. اسمعوا على هالحكي، لك شو أنا جايبة للفخفخة؟ أنا جايبة مشان نترزق من وراها. بس تصير تعرف تسوق جيب سيارة. طالما غيرك اللي عم يشتغل ما رح نترزق. ما حدا بيدير باله على الرزق غير صاحبه. على كل أحوال بطلنا لأبو رؤوف، وأنا من بكرة رح دور على شوفير غيره. وانت ايمتى بدك تطالع الشهاده؟ شو بدي بالشهاده؟ حتى لو طالعت شهاده شوفير تاكسي ما بيشتغل، افهمي يا سعاد. لا تشتغل شوفير تاكسي، بس على القليله بتصير تاخذني مشاوير على طريق المطار مثل الحياه. بيحق لي ولا ما بيحق لي؟ بيحق لي. وينك لهلا تاخرت؟ ليش شوفي؟ قلنا بركي بنعوض خسارتنا بالاكسات والولد، في شيء؟ وعدت ام وسيم ناخذها معنا نشممها هوا على طريق المطار. ان شاء الله عمرها ما تشم هوا، لا هي ولا جوزها. ليش بدك تشمميها هوا؟ مين قال لك بدي شممها هوا؟ لك مشان شو بدك تاخذيها؟ بدي خليها تاكل هوا، بدي اقعد انا قدام وهي ورا، يعني بدي اشوف حالي عليها، بدي تفقع مرارتها. اليوم تعبان كثير وحيلي مهدود، غير مره بعدين بعدين. هيك انا رح تفقع مرارتي مو هي. صباح الخير. صباح النور. خير يا طيب؟ خير خيو، شو بك مثل ساحب عليك مسدس وخايف يطخك؟ مسيك. شو هاي؟ لازم ندفع الترسيم السنوي للسيارة 25,000. ايه وما صفي معك 25,000؟ ما صفي معي ولا فرنك، كل اللي معي دفعتهم تصليحات ومخالفات وبراطيل. ايه شو يعني؟ يعني أنا قررت بيع السيارة. بدك تبيع بيع، ما بدك تبيع انت حر. وفي شر حواليه؟ في ثلاثة بدهم يشتروا سيارة، بدك بتصير الرابع. لا حبيبي شو بدنا نلعب طرنيب نحن؟ ما بعرف، فكر على كيفك. شو رأيك عمال؟ حسبها، إذا السيارة عم تطلع لك مصاري لا تبيع. هي من جهة عم تطلع مصاري ما عم تطلع مصاري. بس نحن متأملين بالمستقبل. لا وتشد إيدك كثير بالمستقبل. الناس ما في على لسانها غير كلمة اسأل الله. الناس عم تترحم على الماضي. حالنا مثل حال تبع الجمال، كل مالنا لورق. مبارح أحسن من اليوم، أولت مبارح أحسن من مبارح، وكل ما نقولها فوريجا تتعقد أكتر، ولح نصير نذكر محاسن الماضي. خلص خلص يأستني من حياتي، عميتلي على قلبي. باعنا باعنا باعنا. قلت لك خلينا نروح على طريق المطار مبارح، ما كنت تقبل. كنا لحقنا نشمت بأم وسيم. وشو معرفني إنه بدها تنباع السيارة من مبارح لليوم؟
ما كان لازم تبيع حصتك. لك شلون ما بيع حصتي؟ ثلاث شركة ما بعرف عنه شيء، بيتحالفوا ضدي، بياكلوني بلا ملح، بيطلعوني زليط مليط. هو بيشوفي مين؟ اهلين ام وسيم، يا ميت اهلين وسهلين. تفضلي حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلين، تفضلي تفضلي، فوتي 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 لاحكي لك شو صار معي. فوتي، ما تأخذينها يا أم وسيم، ما رح نقدر نروح على طريق المطار اليوم، لأنه أبو هيثم يعني باع السيارة، بس بده يشتري سيارة جديدة على الزيرو من الوكالة. ولا يهمك، أنا جاي أعزمك أنتي مشان تروحوا معنا على الموتور. لا أيو، أبو وسيم باع الموتور واشترى سيارة. ألف مبروك إن شاء الله. بدكم تعذرونا، يعني في عنا ظرف. لأنه شو ظرف وما ظرف؟ إذا كنتي مستحية من أبو وسيم، ابني وسيم هو اللي بده ياخدنا. اقبر عظامي عليه، سواقه وسواقه، ما بتحسي انتي وراكبه معه؟ شو مروان؟ روحي بس ما تطولي. فتله ورجع ام وسيم. ايه مثل ما بدك. كانت وعدي حاله تشمت فيها شماته بعيده المدى. قمنا نحن بعنا التاكسي من هون، وهداك اجت السياره منه. مسكينه ما لحقت تشمت. معناتها مو بس ما لحقت تشمت، اجت هديك شمتت فيها ليوم الشماته. وشو جاب جاركم؟ تاكسي ولا بيك اب؟ لا بيك اب ولا بيك ايلول، مرسيدس. مرسيدس ما بعرف اي موديل، طويله والى بوز. هزمك يا دوب باينه شوشته من البلور القدماني، حاطط تحته طراحه مشان يشوف. دغري نط من الميتور للمرسيدس، مو غريبه؟ مو غريبه للشيطان. اذا الك حدا فوق بتحرق كل المراحل. هزمك مدري مين إله فوق. ليش السيارة للدولة؟ لا مدري شلون دبر له هيك ورقة على السوق الحرة، وعطاه نمرة واشترى له سيارة بفرنجين ونص، ونمرة سودة حبيبي، مو صفرة إدخال مؤقت. لكان وهزمك لا حدا بيوقفه ولا حدا بيسأله من أين لك هذا، وهو يا أرض اشتدي ما حدا قدي. وليش محروق كل هالقد؟ إذا إلك حدا فوق دبرها. أنا ما عندي حدا فوق، أنا أعلى واحد بالسلالة تبعنا. وأنت؟ عندي، بس من كتر ما فزع بصندوق الوزارة توقيع ما عاد يصير يوقع هلا، واقف على شارع حتى يصير تحت. مرحبا بابا. خير ان شاء الله. شو بدكم؟ بكره عيد الام. لا واذا يعني بدنا نبارك. مجنون انت لابني، حط النظارات، شايفني امك انا شيء؟ امك بالمطبخ، روح بارك لها. ليش لا تبارك لي؟ انا ابوك، ابوك لك ابني. بابا نحن مو جايين نبارك هلا،
بكره بدنا نبارك لها. لكن ليش جاي لعندي هلا؟ مشان الهدية. ما بدك تعطينا مصاري؟ ايه الله يرضى عليكم. مرضيين انتم. خذوا خذ لك ابني روح بحتروا فيها روح. 50 ليرة؟ شو هال50 ليرة؟ بابا 50 ليرة ما بيعملوا شيء. لك ابني بتشتري صفة راحة وعلبة بسكوتش لو ما بتعمل شيء. بابا بصراحة ما في حدا غيرنا بالعالم عم يهدي امه بعيد الام صفاة راحة وعلب بسكوت. شو العالم كله قلبت على الشوكولاتة؟ بابا العالم لا حد جابت لا راحة ولا شوكولا ولا بسكوت. بس العالم هلا كلياتها عم تجيب هدايا محترمة. نعم؟ العالم ما عم تجيب لا شوكولا ولا بسكوت ولا راحة، العالم عم تجيب هدايا محترمة. شو ها؟ بابا العالم ما عم تجيب لا صفات راحة ولا علب بسكوت، عم يجيبوا هدايا محترمة. ايه شو عليه؟ تكرم عينك. أول شو أنتم شو ناويين تجيبوا لأمكم ليش؟ يعني إشارب وكنزة وكندرة. خود لك ابني يلا بحتروا بالسوق. 250؟ بابا هدول يعني ما بنقدر نشتري فيهم شيء. لا ضروري تجيبوا لك كل اللي عديتوه، جيبوا لك كندرة بس بال 250 ليرة، يلا خلصنا. بابا لا احنا يعني وعدناها وخلصنا. طب اعطينا يعني بس. طب ليش توعدها لك ابني؟ ليش توعدها؟ بصراحة بابا ما صفي حدا غيرنا عم يجيب هيك شغلات، كل العالم عم يجيب هدايا محترمة، حابين هالسنة نفاجئها، نغير شكل. اي بابا قوي وقتك، احنا عطينا كمان، احنا حابين نفرحها. لك بنتي وأنا حاب نفرحها، بس شو بعمل؟ إذا عيد الأم إجا ب 21 شهر، يمكن اللي اخترع العيد ما كان موظف، ما كان موظف لك ابني، ب 20 الشهر ما في هدايا، منين بدنا نجيب هدايا؟ ليش قصيتي؟ قلت لحالي بدي غير اللوكينج حتى ما تمل مني حبيبي. الله يكسر ايدي يا حياة الكواية. ليش مو حلوين؟ حلوين بس حاسس حالي قاعد مع رفيقي. هلا هيك؟ كتر خيرك. خلص عماد خلينا بموضوعنا. كنت عم قلك بلا ما نهدي امي. امي ما بتزعل منا. ما حلوة نروح ايدينا فاضية ميساء، عيب. ما منروح، منتصل بالتليفون منقلك العام وانت بخير وبكفي. ما بصير نتصل بدون ما نروح، عيب. شو نحن عايشين فنزويلا؟ إذا بدنا نوزع المصاري على هديتين، ما حنرضي أمك وما حنرضي أمي. ما في مشكلة، بدبر مصاري. أنا كنت عم فكر هالشهر بلا ما نتدين، صمدنا لعشرين الشهر، بلكي منكفي صمودنا لآخر الشهر بدون دين. نتدين ميساء، نتدين أحسن ما نوقع تحت عتب أمك وأمي، ما حلوة يمرق عيد الأم بدون ما أجيب لهم هدية. ما بيمرق بدون هدية، أنت بتهدي أمك هدية مادية وأنا بهدي أمي قصيدة. شو هاي القصيدة؟ امبارح كتبتها. اسمع. إلى أمي، هاتي إيدك ليلة عيدك، شدي حيلك، خلي شمسك تمحي ليلك من منديلك، نعمل غيمة تشتي حب ونكتب ورقة نخبر فيها الصبح الجاي إنه العتمة وريح الغرفة مالن مطرح بمواويلك، وإناديلك عم بتضوي على المستقبل والمستقبل عم يتسجل بمواعيدك. هاتي إيدك ليلة عيدك. عن جد عن جد أنت كاتبتيها؟ طبعا عماد، لكن مين؟ مو معقول شي بياخد العقل. يعني إذا اجتمعوا عمر الفرة وعيسى أيوب وحسين حمزة مع بعضهم ما بيكتبوا أختها؟ لا عماد مو لهالدرجة. لهالدرجة وأكتر، رائعة ساحرة. ميرسي. بس رغم هيك لازم نجيب هدية.
مثل ما بجيب لأمي بجيب لأمك، إذا بجيب لأمي هدية بجيب لأمك هدية، خلاص. ما حلوة، بكرة بفكرونا عم نبعث لهم قصايد لأنه بخل. الله يكسر إيديك يا حياة الكواري. مو؟ خلاص، آخر هذا الشهر بناخذ لهم هدية وبنروح لعندهم، ما في مشكلة. أختي وجوزها كانوا يجوا لعنا 3-4 مرات قبل ما طبق النفاس. إيه ابنهم رح ينفطم وانت لسه لآخر الشهر لآخر الشهر. خلص عم قلك وعد شرف، آخر هذا الشهر بنروح. والله ما بيمشي الحال يا مروان، لأنه بصراحة أنا وعدتها. إيه ما توعدتيها؟ بكرة وعدتها نروح بكرة ولازم نروح. تكرم عينك، ما بصير إلا على خاطرك. طيب شو بدنا ناخد لهدية؟ هون حطنا الجمال، أنا مشان هيك عم قلك لآخر الشهر. لا تقل لي آخر الشهر، آخر الشهر مثل هلأ، يعني بتستلم المصاري من هون بيطيروا من هون ما بيوصلوا للبيت. أنا مشان بيض لك وشك قدام أختك، مشان هيك عم قلك لآخر الشهر. مو ضروري تقبرني، هدية من قريبه يعني 250-300 ليرة، منه منكون أمنا بالواجب ومنه أختي ما بتنحرج قدام جوزها. تكرم عينك. لك تقبر قلبي شو حنون، الله يخلينا ياك. اليوم كنت تشتروا الهدية لأمكم؟ لا لسه ما اشترينا، على بكرة نشتري لكندرة. طيب أعطيني ال200 ليرة لك لأنه في شغلات كتير عنا مهمة. بابا 50 ليرة ما بتعمل شيء. لا تشتري صفة راحة وعلبة بسكوت، قلنا لكم عنا شغلات كتير أهم. قلنا لحالنا رح نفرحها هالمرة، كل مرة بنجيب لها صفة راحة وعلبة بسكوت. وبعد كل هاد لحنا بناكلهم، يعني ما بتستفيد شيء. بس تصير وزير أنت وأخوك، جيبوا لها شغلات تجننها من الفرح. هات المصاري يلا. يرضى عليك يا عايدة. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانتو بخير يا حبايبي، ان شاء الله لما بشوف ولادكم هني عم بعايدوا عليكم. هدية كمان؟ شوف شو جايبين لي. راحة وبسكوت. لك يا امي ما بتعرفوا انه انا من غير راحة وبسكوت اسناني بيلمعوا ودراسي مضروبة؟ يلا على كل صحتين وهنا، تعالوا طبق لكم اياهم، تعالوا. كل عام وانت بخير ان شاء الله. كل عام وانت بخير ان شاء الله. يسلموا ايديكم، ليش هيك معذبين حالكم؟ ما في شيء من واجبك مرت على امي. شو قصة شعرك؟ شوفوا هالنقرة عم تكتب وبتقرا. عيطوا امك ولا لسه ما عيطوها؟ ما عيدنا حدا امي، معقول ما نبلش من عندي؟ لك عم تقبرني، لك عن حصة الغالي للتالي. هلا الاولاد جابوا لك هدية، قولي لهم شكرا بدل مو قاعدة عم تتهميهم بالتمييز العنصري من عند الصبح. قلت لهم شكرا، بس عم استفسر اذا راحوا لعند الست نوال ولا ما راحوا. كمان الست نوال ام لازم يروحوا لعندها كمان. رح نروح امي، رح نروح. ما هيك ميساء؟ بلا عماد. هلا بس نطلع من عندكم رايحين لعندهم، معقول ما نبارك لها بعيد الام؟ حياة الكواي اللي قصصت لك شعرك؟ لو خلصنا بقى. وشو جبتوا الهديه للست نوال؟ نفس الشيء. لا مرت عمي، بس بالشكل. الكنزة تبعك قطن 100%، كنزة امي 50% قطن و50% اكريليك. ما بصير، لازم تجيبوا لها للست نوال مثل ما جبتوا لي، مو حلوة. بكرة اذا بتدرى رح تزعل، واكيد رح تدرى لانه ما في شيء بيتخبى. هلا شو بدك من الست نوال انت؟
قومي ضيفيهم شي احسن مالك قاعده فاتحه معهم محضر تحقيق. قال عيد الام قال رح اقوم بلا خناق. شو ها؟ شو هالوردات هدول؟ عجبوكي؟ بطيروا العقل. مرات قدام محل الورد قمت ما قدرت اتحمل، قلبي صار ينغرشني نغرشه وهي، قلنا ما جبنا لها فستان بعيد الام، خلينا ناخذ لها ثلاث وردات هدول، هي حياة هي. هلا انا عتبانة عليك تجيب ورد؟ لك انها حلوة، يعني ما رح يفقرونا هدول، مو مشكلة. لا مشكلة، يعني كنا حطينا حقهم بالهدية اللي بدنا ناخذها لبيت اختي. هدية اختك موجودة لك؟ بعرف انها موجودة. بس بدال الوردات يعني كنا جبنا هدية أتقل وأغلى شوي. حبيبتي والله ما لقيت على حالي هيك، يعني رجال طويل عريض يعني وما يجيب هدية بعيد الأم لمرته مو حلوة. طب كنت جيب وردة واحدة بس، ضروري تحط حق ثلاث وردات. أنا جبت ثلاث وردات بس مشان وفر. أنت ما بتستاهلي ثلاث وردات، بتستاهلي بوكي كامل. بلا ولدني مروان، نحن بدنا الفرنج من الغيمة، قاعد عم تبعزق مصرياتك حق ورد. هلا انت ليش بتصري تطلعي لواحد بلا جميله؟ معقول حياه؟ انا جايب لك الوردات مشان تبتسمي. ابتسمي يا حرق اختها الشغله، ابتسمي وبعدين حاكيني على التبذير. حياه يسلموا ايديك حبيبي، بس صدقني مشانك انا ما بدي اياك تتضايق ماديا، مشان بس انه ما فرحت بالوردات فرحت قد الدنيا. لك ها يقبرني الرب تبعك. عليه ابو وسيم تفضل شرف. ما بدي اتفضل، بس مو عيب عليك يا ابو هيثم. عيب شو يا رجال؟ ليش شو في هالحكي؟ يستر اختك. لك نحن عم نمنع الاولاد عن الوردات، قوم تسرقهم منه. انا سرقتهم؟ شو هالحكي هذا؟ لا تنكر، انا قاعد على البلكون شفتك بعيني. يستر اختك لا تضحنا. انا بالبلكون انا طلعت على البلاجين كله ما لقيت في حدا. ان شاء الله بتهريه بعرق العافيه ما تعني. تسلميلي ان شاء الله. ان شاء الله بتهريه بعرق العافيه امي. الله يخلي لي اياكم. يلا بخاطرك بابا دعينا. مع السلامة. الله يرضى عليك. خاطرك عمو. مع السلامة عمو. ليك هالنقرة ما أحلاها. خلصت يا بابا. جايين لعنا رفع عتب. وليش رفع عتب؟ لو من قلب هون كانوا راحوا لعند إمّا لميساء وبعدين إجوا لعنا. شو فرقت؟ بحجة انه بدهم يروحوا يباركولها ما قعدوا عنا نص ساعة، هلا بيروحوا بيقعدوا عندها كل النهار. غيري طباعك وبطلي نكد، بصيروا بيقعدوا عندك. هلا هون في نكد وهنيك ما في نكد. انت ما بتطيقيها لميساء، شو ما حكيت بدك تعلقي عليها، حتى اذا كحيت بدك تعلقي عليها. شوفوا هالنقرة وما بعرف شو، اما لميساء ما عندها هالشي. أحن إلى خبز أمي وقع.
قهوتي غير كمان ولا بدي ضل غير للصباح. فهميني انت شو قصدك من كل العمليات؟ على شو عم يغنوا كلياتهم؟ عن عيد الام، لانه اليوم عيد الام. ايوه تذكرتي مرحومة امك يا ستي الله يرحمها. هاي سنتكم شو بنساوي؟ انا ما عم ابكي على امي هلا، امي بكيت عليها لحتى شبعت بكفي. لكن على مين عم تبكي؟ على حالي. كل الستات اللي مثل حكايتي عندهم ولاد عم يقدموا لهم هدايا اليوم الا انا. منين بيخترعوا لنا صلعة الاعياد؟ ما بعرف. هلا هذا اللي حارق لك قلبك سعاد؟ اذا بتريدي نحن اتفقنا من اول يوم ولاد ما بدنا، ما بدي كرر تجربه ابي. ما بدك ولاد، انت حر، انا ما عمل لك غصب عنك. بس يا اخي يا اخي اتركني ابكي، ممنوع ابكي كمان. لا ابكي. ان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بخير. ان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بخير. يديم عليك الصحة والسلامة والعافية. يديم عليك الصحة والسلامة والعافية. ويخلينا ياكي يا تاج راسنا. ويخلينا ياكي يا تاج راسنا. نحن على دورنا ما كان في عيد الأم. ويا ريتهم ما عملوه. ليش ما بدك يكرموا الأم؟ بالعكس بدي. بس بهالعيد نزعوا كل شيء. بالأول كان واحد إذا بده شيء لازم بالأول يطلب رضا أمه. بس بهالأيام الواحد ما عاد يتذكر الأم إلا بمثل هاليوم. شو عم تحكي ماما؟ يعني معقول ما منتذكره غير بهاليوم؟ لا تقبريني، بتذكروني لما بدكم شيء مني بتتذكروني، بس ما بتتذكروا إني أم إلا بهاليوم. إيه منيح اللي بتذكروا الأم بهاليوم. يا حسرة الأب ما بتذكروه بنوب. لك ليش ما بيعملوا له عيد؟ ما بعرف. إيه كل السنة إلك، شو بدك بالعيد؟ أنا مو مشان العيد، مشان الهدية. لأنه الأب بيشعر بالغيرة لما بيشوف الأولاد جابين هدية للأم من غير ما يجيبوا هدية للأب. أنا لما كنت جيب هدية لأمي جيب هدية لأبي حتى ما يحقد عليها، لأنه التمييز مو حلو. وإذا الواحد يجيب هدية لأحدهما لازم يجيب للتاني. لأحدهما ما بيصير، لكليهما. فضحني يا رجل، ايه تقول سرقت له الموزة مو هيك؟ انت تطلع قبل ما تقطفهم، ما بتعرف تطلع؟ اطلعت، بس هذا واحد لص قاعد على البلكون تقول عامل كمين، ما عم بشم هوا. طيب انت سرقتهم، قول انك سرقتهم، ضروري تقول اشتريتهم. قلت لك بتعرف يعني قديش بحبها وبتنبسط. وما سبقت البردات بوشك لما راح؟ بالعكس، فرطت من الضحك حتى ما تروحنا عن بيت اختها. كل شوي تضحك، يسألوها ليش عم تضحكي؟ تطلع فيي وما تجاوب. عماد شو عندك يوم الخميس؟ ما عندي شيء. جهز لنا حالك على سهرة صباحية. يا ميت أهلا وسهلا فيكم. سهرة خاصة ولا فينا نشترك فيها؟ لا مو خاصة، أنا عم أحكي باسمي واسمك. خيونا بصراحة لازم كل جمعتين نعملنا سهرة. يعني العلاقات الاجتماعية شبه مقطوعة بيناتنا. يعني مو ضروري الواحد يزور الثاني بمناسبة ولا بدون مناسبة، صح ولا لا؟ ليش مين قال لك ما في مناسبة هلا؟ في مناسبة. وشو المناسبة؟ الرجال رح يجي ولد، ولسه لهلا ما باركنا له العرس. حلنا ولا ما حلنا؟ يا حلنا وحمد خلنا كمان. يعني أنا كل يوم بقول لحالي بدي أحكي معك وبنسى. الخميس هاد؟ يعني بعد بكرة؟ إيه، ليش كثير مستغربة؟ طيب ما عرفتوا تعملوها الخميس اللي بعده؟ وشو بتفرق يعني هذا الخميس على الخميس اللي بعده؟ ليش عندك ارتباطات؟ لا ما عندنا ارتباطات، بس كمان ما عندنا مصاري. ما بدك تعمل لهم عشاء؟ مزبوط، هي الشغلة ما خطرت على بالي. بس هذا عدنان سلال راح أخذني غدر، ما خلى لي مجال بنوم. طيب خلص اتصل فيهم وخلي أجلوها الخميس اللي جاي. ما في شيء يا عماد. مو حلوة مو حلوة ميساء، أعطيناهم كلمة للجماعة وبعدين فكرونا عم نتهرب. معناها تحمل حكيهم، لأنه ما رح تقدر تزبط لهم عشاء محترم. خلاص شو بدك انت، انا بدبر حالي ولا يهمك. خلاص يلا. ايه وشو بدنا ناخذ لهم هدية؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ لازم تعرف. ما
بنخلي عدنان ياخذ لنا هديه باخر شهر وحاسبه. ما عاد في معي ولا فرنك بعد هديه اختك. قوم لك انا اتصل فيه، لازم تعرف من هلا، بكره بيطلع هو معتمد عليك وانت معتمد عليه. انت ما بتتذكرنا الا وقت بتكون مبنشر او مصفر معك عداد الزيت. الله يسامحك يا ابي، انت على طول بالبال. بس الجماعه فاجئوني وعزموا حالهم، خجلان من حالي، بقول لهم لا يعني. منين يا حسره؟ انا قلت لحالي هلا بيكون حدا من اولادي عرفان انه الدنيا اخر شهر وابوه مفلس، بدق بابي وجايب قرشين معه. حقك يا ابي. ارجعوا اسكنوا هون، بتوفروا اجار البيت ومصروف اكل وشرب، مو احسن ما تدوروا تشحدوا كل اخر الشهر؟ فكر موضوع امي، خلص مفكر. لا تفكر، اذا بدك تقول لميساء، ميساء رح تقول لا، حطها تحت الامر الواقع، واذا ما بدها غصبا عنها لازم توافق. لك كله منك. الشحادة مو اسهل من العيشة معك، ما كانوا طلعوا من البيت، بس الشحادة ارحم. هلا كنت انا اللي عم بتعدى عليها؟ خلص يا جماعة، أنا مو جاي مشان تتخانقوا، أنا أصلاً ما كنت بدي أسألكم، بس مشان إذا تريتوني تدينت من حدا غيركم ما تزعلوا. يلا بخاطركم. أجلوها للخميس اللي بعده. لك مو حلوة، نحن اللي اقترحنا، لو هو اللي اقترح كان معك حق. المشكلة إنه هاي مناسبة زواج وهدية مشتركة، مو حلوة تكون أقل من 1000 ليرة. منلاقي لها حل، شو بدنا نعمل؟ قديش معك أنت؟ طلعوا لهم شي 400 ليرة تقريباً. وأنا معي شي 200. أكيد مروان ما معه ولا فرانك، القرود تبعه مثل الجراد ما بيتركوا عرق أخضر. هاي مشكلته، مو طالبين منه يدفع النص، يكمل المبلغ على 1000. على كل يوم بكرة بشوفه، إذا ما بيقدر يدبر خلينا نروح كل واحد لحاله بيكون أحسن، لأنه إذا دفعت عنه بحياته ما بيسدد. مروان وبعرفه بلا هموتي. يبعد لحم حياة الكواية، شلون دبرتك هالدبرة؟ شفتي؟ هلا اتركينا من حياة الكواية وشلون دبرتها هالدبرة، خلينا نسأله ونفهم منه شيء. سألوكم إذا بدكم غرض محدد مشان هدية؟ ما سألونا. إيه معناتها ما راح يجيبوا هدية تقيلة؟ مو مهم، المهم نخلص من هالعشرة، أصلاً نحن ما بدنا هدية تقيلة. شلون مو مهم يا بنتي؟ مروان وقت تجوز جبت له سجادة صوف 100%، كان حقها 250 ليرة بهذاك الوقت، يعني وقت اللي كان الدولار حقه 3 ليرات. يعني هلا بيطلع بالآلاف المؤلفة. الله يعينه مروان، ما معه يمشي، ما معه ولا فرنك، إذا لمرته جاب له ورد سرقة. وعدنان، عدنان لما تجوز جبت له مروحة سقف وقت ما كان حدا بركب بالبلد مروحة. مروحة بأربع شفرات، كافي بثلاث شفرات. بس أنا ما جبت له إياها لأنه أرخص. بس تتجوز جيبوا لك هدية. نحن شو دخلنا؟ أصلاً أنا لما تجوز وما كنت بعرفهم، شان هيك ما جبت لهم هدية. أنت رفيقهم وصهري، إذا بدي يردوا لي الهدية يفترض يردوها عن طريقك. وقت اللي جبت لهم السجادة ومروحة السقف كان غير وقت، مو مثل هلا. وشو الفرق من وقتها لهلا؟ كان الواحد يعمر من راتبه وما يتدين ولا فرنك. هلا نحن مو جايين مشان هيك، بصراحة نحن بدنا مصاري وما كنا حاسبين حساب العزيمة، يعني بدنا مساعدتكم. ما في مشكلة، بكرة أمك من الصبح بتروح بتساعدك، وإذا بدكم تاخدوها هلا ما بتفرق معي، أريح لي. وأنا أريح لي طبعاً، أريح لي لأني رح ألاقي ناس ونيك أحكي معها بالسهرة. نحن مو خايفين من التحضير، نحن بدنا 1000 ورقة، فهمتوا بقى؟ ليك على السؤال، طبعاً نساعدكم، مو بس بقلب، 2000 و3 و4. بس لو كان معنا مصاري ولا فرنك. يا حصرتي من زمان نفقت، ايش والذهب نبعه، الواحد اذا اخذ من التل بيختل. ما ندبر حالنا مرت عمي، لا يكن لك فكر. قومي ميساء، قومي خلينا نروح. قومي. هي معناتها بكره بنجي نتعشى عندكم، ما هيك؟ اهلا وسهلا. قومي ميساء، يلا يلا قومي. خلي عدنان ومرته يروحوا هلا، نحن بعدين بنروح. يا بنت الحلال، اذا رحنا مع عدنان بنحط لنا 300 400 ليرة، إذا رحنا لحالنا بدنا نحط حق الهدية أكثر من هيك بمرتين ثلاثة. أصبح بس يصير معنا مصاري منروح، مو مشكلة. معناتها بنروح بعد 20 سنة. هذا إذا بعد 20 سنة ما صار ألعم من هلا. لك صاير فينا مثل بعض الجمال، كل مالنا لورا. كل العالم تمشي لقدام ونحن بنرجع لورا. خلصنا كلمة وحكيناها، رح تعمل لي إياها هو ورا، دبر حالك. ماشي، أنا بدبر حالي.
الحل الوحيد حدا منا يمرض. بعيد الشر ميساء، ليش هيك عم تحكي؟ لا يا عماد، مو هيك قصدي، انه حدا منا يعمل حاله مريض يتمارض. خلص خلص، شو بدك بالقصة انت؟ مثل ما بيقول المثل، لكل عقدة حل. وعدتنا هي شو حلا؟ الراديو. انو راديو؟ الراديو القديم جبته من بيت اهلي، ما تذكرتي؟ بلا. وينه؟ فوق على السقيفة، حطيته بكرتونة. بيسواله اكثر من 1000 ورقة. يعني ما بيمشي الحال بلا ما نبيع غرض بغرض بيتنا. هذا الغرض وجوده وعدم وجوده نفس الشيء، ما بيأثر ما بيأثر. ظريف ما هي؟ يعني ابو الشباب، احكي لك كلمة، لك ساعة ما عدني عم تصفن فيه، احكي لك كلمة تفضل. 500 ليرة، أكثر من 500 ليرة ما بسوق. شو 500؟ هاد بتبيعه ب3000 ورقة ركل. ألماني ألماني أصلي هاد، لمبات كام؟ 3000 5000 ما بقلك لا، بس هلا ب 500 يا دوب بيروح يا او ما يروح. وشو فرق قبل عن هلا؟ من سنتين ثلاثه كانت موضه شراء الشغلات القديمه دارجه، بس هلا بطلت. حول ولا قوه الا بالله. طيب طيب 700 ورقه. 500 انا بدفع لك 500، بس غيري بجوز ما يدفع لك المبلغ بنوب. هات 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 500. ها هات هي هي كمان ليك. بارك لنا فيه. روح الله الله يبارك لك. مبروك الورد، مبروك الشوك، مبروك التحت، مبروك.